احنا في خلال السنوات اللي جاية بإذن واحد أحد أنا معاكم بالذات هتبقى أغلبها عن البروفيشناليزم والإيثكس والكوميونيكيشن سكيلز والحاجات دي. هي برانشز تعتبر ماينور سبيشاليتيز في الميديسن، لكن بقى عليها تركيز كبير جدا في كل البروجرامز الجديدة، وهتعرفوا مع مرور الأيام إحنا بنحتاجها في إيه وهنتكلم عليها إزاي. احنا النهارده باذن واحد احد او في السيشن دي هنعمل زي افتتاحيه صغيره جدا، ايه المواضيع اللي احنا ممكن نتكلم عنها، يعني ايه بروفيشناليزم، يعني ايه ايثكس، ايه المواضيع اللي احنا ممكن نتكلم فيها، ليه مهم ان انا ادرسها لطلبه كليه الطب او كليه المهن الصحيه عامه، المواضيع الانترستنج اللي فيها دي او نوت انترستنج اللي هنتناولها بصورة سرد ونظريات وحاجة كده طف، ولا هندرسها من خلال سيمبل كيسز وكل كيس هنقعد نقول نحلها ازاي ونتعامل معاها ازاي. فاور objectives today is to identify meaning of trust, privacy and security in sharing of information. طبعا احنا لما هنتكلم على sharing of information بنتكلم على حاجات الهيلث كير سيكتور أو المرضى. Recognize the importance of confidentiality. وما هي الconfidentiality؟ اللي هي سرية معلومات المريض وما يخصه أو سرية النظام الصحي عامة. Define informed consent اللي هي الموافقة المستنيرة على أي إجراء طبي. وIdentify components of this informed consent. دول المين كاتيجوريز عندنا اللي هنتكلم فيهم كتير، وهتلاقينا كل شوية بنعيد عليهم محاضرة والتانية، عن الconfidentiality اللي هي سرية المعلومات، وعن الinformed consent. ليه؟ لأن أغلب المشاكل اللي بتحصل للأطباء عندنا في الإيثيكال فيلد بتيجي من حاجات زي كده، ممكن توصل لسحب الترخيص، ممكن توصل لسجن وغرامات وقصص كبيرة جدا بالنسبة للطبيب. بنحرص ان احنا from day one زي ما احنا دلوقتي كده نقول لكم ان في حاجة اسمها confidentiality, don't breach it, ما تكسرهاش وما تفضش هذا الميثاق اللي بينك وبين العيان، عشان هنعرف دلوقتي ليه هو مهم جدا وليه لازم الميثاق ده يفضل موجود. ثانيا informed consent اللي هي الموافقة المستنيرة، لازم كل حاجة تبقى قايلها للمريض وهو موافق على الإجراءات اللي انت هتعملها له ومشارك معاك وماضي كمان وموقع على هذه الموافقة، وطبعا ليها شروط كتير علشان تتحقق الموافقة المستنيرة أو الانفورمد كونسنت. في الهيبوكراتيك أوث في عندنا جزئية موجودة والناس كلها كانت بتحلفها زمان، وباختلاف الجزئية دي في جميع أقسام، يعني قسم الطبيب في كل الكليات والبلاد لازم يبقى فيها جزئية عن الكلام ده. فهنقول مثلا في الهيبوكراتيك أوث وهو الأساس اللي انبثق منه قسم الطبيب في كل مكان بعد كده: What I may see or hear in the course of treatment or even outside of the treatment in regard to the life of man, which on no account one must spread abroad, I will keep to myself, holding such things shameful to be spoken about. ده بيتكلم هو بيورلي، أو هو لما هيحلف الطبيب إنه أي حاجة يعرفها عن المريض will be kept secretly ومحدش هيعرفها عنه، لا زملاء ولا أهل ولا حد جاي يسأل عن المريض ده بالذات ولا أي حاجة خالص. In clinical experience في interactions كتير جدا، في interactions ما بين دكتورة. فضل اللي هو الآن المريض نفسه كان صغير في السن لكنه واعي، مثلا عمره 8 أو 9 سنوات، هل أمنع المعلومات عن أهله؟ لا طبعا، لا طبعا، إحنا هيجيلنا الconfidentiality والconsent في الchildren بالذات هنتعامل معهم إزاي، لأن الأطفال مراحل عمرية مش one stage. يعني الطفل اللي عنده لحد 10 سنين ده حاجة، بعد 14 سنة ده حاجة، بعد 18 حاجة، كل فئة عمرية من دول بيتطلب معاهم إجراء معين في حكاية الـ confidentiality والـ secrecy of information. ليه؟ لأن أساساً المسؤول عن الأطفال بيبقى ولي الأمر اللي هو الوالدين، لما هيبقى في حاجة لازم هم اللي هيعتنوا بالأطفال بتوعهم. طيب مين اللي هيديهم الدواء؟ مين اللي هيتابعهم؟ مين هيشتريهم؟ مين هيجيبهم تاني؟ مين هيروح بيهم؟ كل ده
فطبيعي جدا ان اللي يوافق ويرفض على اي اجراء هيبقى الوالدين، لكن في سن معين لابد من موافقة الطفل كمان مع موافقة الوالدين، وده هنعرفه ان ادفانس ان شاء الله. لكن نرجع تاني لان الكلينيكال اكسبيرينس فيها انتر اكشن ما بين الهيلث تيم وبعضه، وفيها انتر اكشن مع المريض. هل دي ودي يشملهم حكاية الconfidentiality؟ آه يشملهم حكاية الconfidentiality اللي هي سرية المعلومات. يعني ما ينفعش أدخل على فايلات دكتور زميلي وأقعد أفتش فيها وأقرأ هو عمل الحالات بتاعته إزاي وكتب في النوتس بتاعته إيه وعمل صح ولا غلط وتصيد له الأخطاء وروح اشتكيه وعمل، ما ينفعش. ومش ما ينفعش، لأ ده هو خطأ أخلاقي اللي هي ethical وليجل وتتحاسب عليه. يعني لو تعرف انك بتعمل حاجة زي كده هيوجه ليك لوم وهيتوجه ليك خطاب شديد اللهجة من إدارة المستشفى باعتبار أول مرة، هتقول طبعا مبررات انك بتدور على حالة كانت عندك وهو سرقها منك، بتلاقي مهازل بتحصل في المواضيع دي. فعلشان نبقى عارفين من أول يوم هتطب فيه رجلك في كلية الطب، الحاجات دي non-ethical وإلليجل، non-ethical وإلليجل. علشان نتجنب حاجات زي كده بنتكلم من الأول برضو على إن في حاجة اسمها health information. في حاجة اسمها health information. إيه هي health information عشان نعرفها ونعرف حدود تعاملنا من خلالها إيه؟ It means any information، أي معلومة تكون صغيرة أو كبيرة، whether oral أو recorded، any form of medium. Any form of medium يعني سواء كانت العيان قالها لك متسجلة على السجلات بتاعته، موجودة على السيستم بتاع المستشفى، موجودة في صورة تقرير طبي قديم، موجودة بأي صورة بقى، is created أو received بالhealth care provider يعني أنت وقعت إيدك عليها أو أنت اللي عاملها للعيان، relates to past, present أو future physical أو mental health or condition of the individual. كل حاجة شوف احنا عمالين نفصص فيها ازاي عشان ما يجيش حد في الاخر او بعد ما يخلص او بعد ما يتعرض للمعلومة يقولك ما انا ما كنتش اعرف او ما حدش قال لي ان المعلومات دي كمان سيكريت، ما هي معلومة موجودة وهو العيان حطتها على الفيسبوك اكاونت بتاعه، ملكش علاقة انت كهيلت كير بروفايدر لا تاخد ولا تدي. يعني مثلا عيان راح حطت لك بوست على الفيس وهو مصاحبك وبعدين راح أقول لك أشكر الدكتور فلان الفلاني عمل لي عملية يوم الأربع اللي فات مثلا وكانت عملية ناجحة وعمل لي استئصال لكذا وكان فيها مش عارف طلع فيها ورم وهو عمل لي التحليل ونتائج التحاليل اهي ومش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، هو اللي نزل معلوماته بنفسه أهلا وسهلا. إنما أنت تدخل بقى تعلق على البوست تقول أو والله كانت فعلا حالة صعبة وأنا تعبت فيها جدا وكانت التحاليل دي جزء بسيط خالص من الأحداث، ده باقي الأحداث اهو، تروح منزل بقى بقية الحاجات اللي عندك كده، هو بقى يروح واخد الحاجات دي يروح مبلغ عليه، تمام؟ زيها زي مثلا ركبت الأسانسير في المستشفى وطالع لقيت واحد زميلك ركب معاك، ازيك ازيك عامل ايه مش عارف ايه أخبار الحالة اللي عندك اللي محجوزة كذا، ده أنا سمعت إن فيها بلوى كبيرة وأنتم مش عارفين تتصرفوا، فيروح قايل لك اه والله ده حاله فيها وعليها وكذا وكذا، ده تصدق اخوه امبارح اسمه فلان الفلاني جه وقعد يقول لي على مش عارف ايه وطلع عندهم في العيله مرض وراثي والراجل ما قاليش. شوف بقى الاحداث والحكاوي، هل دي من ضمن الانفورميشنز اللي ممكن انت تصرح بيها؟ لا طبعا. هل دي الطريقه بتاعه التصريح للمعلومات للبيشنت او عن البيشنت لحد من زمايلك عايز حتى تشير ان ذا مانجمنت بلان؟ لا. ففي قصص كتير جدا بتتقال واحنا بنضيع في الرجلين فيها لمجرد ان احنا نطقنا بكلمه او كتبنا حاجه احنا مش واخدين بالنا انها المفروض ما تتعملش، تمام؟ بيقول لك كمان حاجه مهمه جدا، حتى البيمنت فور بروفيجن اوف هيلث كير، حتى الدفع والمبلغ والمش عارف ايه والكلام ده ما هيش حاجة للمشاركة مع lay people او public for public information. ليه لازم احافظ على confidentiality of information to build up something called trust، ثقة ما بين الطبيب والمريض بتاعه؟
زمان كانوا يقولوا ان الطبيب ده حكيم، يروح له اي حد يحل له مشاكل، يقعد في قعدات صلح، يعمل يدخل في السياسة، يدخل في حاجات الاقتصاد، ممكن تشارك معاه في حاجات فاينانشال، تلاقيه يعني ايه ملم بعلوم كتير غير العلوم الطبية. الحاجات دي عندنا دلوقتي يعني مطلوب منك انك لما تعمل الحاجات دي outside الهيلث كير سيستم اللي انت شغال فيه. اما جوه الهيلث كير سيستم اللي انت شغال فيه مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك انك تحافظ على التراست ما بينك وما بين العيان. التراست دي ما بتتبنيش في يوم، هتلاقي دايما اما يروح عيان لدكتور تلاقيه بقى ذهب مره يوصي زمايله يقول له اه والله رحت للدكتور الله يكرمه يا رب كان راجل محترم عمل لي وسوالي وي وي وي. او واحده تقول لزميلتها الدكتوره فلانة الفلانيه كشفت عليا بطريقه مهذبه وكانت محافظه عليا جدا وعماله تغطي فيا وقالت لي كل المعلومات فعلا وقالت لي على حاجات انا كنت بحس بيها بس ما اعرفش ان دي تبع المرض وعاملتني بطريقه مش عارف ايه وايه وايه وايه. تيجي مثلا نتقابلوا مع بعض في فرح او في كافيه او كده، ما تلاقيهاش عماله تغمز اللي حواليها وتقول شايفين اللي قاعده هناك دي المريضه بتاعتي كان عندها كذا وجت كشفت علينا. لا ما هياش كده خالص. عارف لو هي المريضه حست ان انت قلتي عليها الكلام ده خلاص عمرها ما هتطب عيادتك تاني خالص. ليه؟ لان اتعدمت التراست. لكن لو انت باني جسور التراست دي من بدري، حتى لو قابلوك بره في الشارع ولا في هنا ولا في هنا هتلاقيهم جايين يسلموا عليك وعارفين ان السلام ده مجرد سلام. مريض اخو مريض اتفضلي. حتى لو بين دكاتره يعني انا وزميله الدكتوره الثانيه برضو ما اقدر اقول عن الحاله هذه خالص خالص، الا لو زميلتك دي مشتركه معاكي في المانجمنت بلان بتاع الحاله، يعني بتسلمي شيفت لزميلتك اللي هتيجي بعدك، ما طبيعي هتسلميها الشيفت بالحالات اللي فيه وتقولي لها الحاله دي كانت كذا وعملنا لها كذا ومش عارف ايه، لان هي اللي يعني هتيجي بعدك في اكمال الخطه العلاجيه بتاعتها. انما انا وزميلتي بنتكلم على حاله هي ما لهاش علاقه بيها ممنوع، هي ما شافتهاش ومش من المناظرين للحاله دي ممنوع. لو انا عايزه اعرض الحاله دي طيب على حد اكبر مني، بلاش يعني حد زميلتي او كده، لحد اكبر مني وبعرضها على كونسلتنت، باخد اذن المريضه وبعرضها على كونسلتنت. طب لو من غير اذن المريضه وانا اخصائي ولا نايب في القسم، طبيعي ان انا هقول للمريضه ان اخذت منك المعلومات ومش عارف ايه وهنقل كل المعلومات دي للاخصائي والاستشاري لما يجوا علشان نحط لك الخطه العلاجيه المناسبه ليك. لكن اكتر من كده وبما يتعدى كده ممنوع تماما، علشان لا نعمل حاجه الليجل ولا ننقصك. تمام دكتور، هل لازم اوثق موافقتها وانه هنيجي للموافقه دلوقتي، هنيجي لها حالا. احنا لسه بنتكلم على الكونفيدنشاليتي وان كل المعلومات بتاعت المرضى والهيلث سيستم، مش بس المرضى يعني، الهيلث سيستم والباسورد بتاعتك على السيستم بتاع المستشفى ما تديهاش للممرضه ولا تديها لدكتور تاني، ولا اصلا انا تعبان النهارده فهديها لهم هم اللي يكتبوا بيانات العيانين ولا ولا ولا، unless ان هو يبقى حد من المشاركين في الخطه العلاجيه بتاعه المريض ده، يبقى ما ينفعش ان هو ياخد باسورد ولا يدخل على السيستم ولا انت تنقل بيانات السيستم دي عندك على فلاشه وتاخدها عشان تستخدم البيانات دي في بحث تبعك ولا اي حاجه بدون اذن المستشفى او المؤسسه اللي انت شغال فيها. كل الكلام ده ممنوع، وده احنا بننبهكم هم للاول على الحاجات الصغيره اللي احنا ممكن نقع فيها عن جهل. طيب what information is confidential? All identifiable patient information. يعني ايه كلمة بقى identifiable دي؟ يعني اللي اقدر بيها الينك العيان X باسمه. تمام؟ يعني انا مثلا اي حاجة فيها identifiable، انتوا بتلاقوا مثلا الكتب محطوط فيها صور عياني، لكن هل مكتوب العيان ده اسمه ايه؟ من بلد ايه؟ غير المعلومات اللي هي بتاعت الايج والجندر والحاجات المهمه في التشخيص عشان الناس تبقى عارفاها وهي بتشخص الحاله، لكن اي ايدنتيفايبل داتا حتى بيخبوا عينيهم صح؟ بنلاقي بار اسود كده على العينين وخط بحيث ان البيشنت ده ما يتعرفش الا بموافقته. طب ولو احنا محتاجين العينين وفيها فيتشرز معينه وحاجات معينه بناخد اذن العيان ان احنا نحط صوره في الحاجات دي. طب هي لو مجرد اكس راي مثلا
أشعاعات تحاليل، نتائج تحاليل، لو أنا مش هربطها باسم العيان وبسحبها من على السيستم بموافقة المستشفى إني هستخدمها في حاجة معينة، أو الدولة نفسها لما تيجي تعمل سيرفي عن حاجة معينة زي الكورونا اللي إحنا لسه فيها ولسه مخلصين منها على خير، هتيجي الدولة مثلا تعمل إحصائيات وتقول لك إيه إصابة النهاردة 30 فرد في المملكة، لكن بتقول لك هم مين؟ لا، هتقول من مناطق 1 2 3، لكن عمرها ما تقول بالأسامي ومن بيت مين وصغيرين ولا كبار، لا، مفيش identifiable data. ففي الconfidentiality تحرص دايما ان all identifiable patient information تفضل confidential، سواء كانت written, computerized, visual, audio recorded, simply held in the memory of health professionals is subject to the duty of confidentiality. اي معلومة من دول انت حفظتها في مخك وجيت مثلا قابلت العيان بعد 5 سنين، العيان ده عنده كذا، ده عيلته ماشي فيها مرض كذا، طيب ماشي، هتقول المعلومات دي ليه؟ ما ينفعش. طيب لو انت تفضل، طيب يعني لو كان في مريض وفي مرض معدي وجيت اعلم مثلا الاطباء الممرضين اللي كانوا مشاركين بالحاله هذه او اللي ما كانوا مشاركين بس احنا خلطناهم، عادي الموضوع ده ولا؟ ايوه، دي من الحاجات اللي انا لازم اكشف فيها سرية المرض، وهنجيلها دلوقتي برضه. في حالات معينة اهي انت سبقتنا بسلايد واحدة بس، exceptions of confidentiality، امتى بقى necessary to safeguard the welfare of another individual او patient؟ امتى؟ لما انت زي ما بتقول كده في infectious disease، انا عرفت ان مريض معين عنده مرض معدي زي مثلا سل open TB خلاص ومعدي وفي الستيج المعدي دلوقتي، لا ده انا لازم ابلغ الاثوريتي بتاعه المستشفى واحجزه في العزل في مستشفى العزل هنا في المدينه، وبخلي الاثوريتي تاخده وتنقله على طول وما يحتكش بناس، والناس اللي احتك بيهم ببلغهم عشان يجوا يعملوا سيرفي او سمير او كده، بحيث ان انا اكسكلود ان حد منهم اتعدى، ده فور سيفينج ذم تو سيف ذم. فاحنا في حاجات كده لازم أعملها علشان أحافظ على العيانين وأحافظ على البيئة المحيطة لهم. فأول حاجة to safeguard welfare of another individual or patient، يشمل برضو حاجة افرض مثلا عيان عمال يهدد إنه هيقتل حد من عيلته، عنده mental problem معينة أو بيمر بضائقة معينة وقال أنا الحياة دي مش لازماني، أنا عندي مشاكل كتير وحاسس إن أولادي دول هيتعذبوا في الدنيا وبفكر إن أنا أنهي حياتهم وأنهي المعاناة بتاعته، ساعتها أنا لازم أبلغ الناس اللي عايشين معاه إنهم يحافظوا على الأطفال ويبعدوهم عنه، وبلغ الأثوريتي بتاعت المستشفى إنها تبلغ الشرطة وتتعامل مع المريض ده علشان يحافظوا عليه. كان عندنا من يجي شهر كده في مصر ولد وبنت كانوا في جامعة معينة في آخر سنة في الكلية، وبعدين الولد ده كان يتقدم للبنت واترفض من أهلها، فكانوا بيكلموا بعض، وبعدين راح حاطط بوست على الفيسبوك ان انا هموتك وهعمل فيكي وهسوي ومش عارف ايه وايه وايه وهنتقم منك وهخلي ابوكي ده يفرح بيكي بقى لما تموتي والكلام ده. ده كان بالليل، حط البوست بالليل. بنت قامت الصبح نازله عادي خالص، رايحه عندها تريننج في مكان معين، راحت لقيته واقف مستني في مدخل العماره وقفل الباب وقتلها فعلا. الكلام ده كان من شهر واحد بس. فالمفروض ان الناس لما تقرا حاجه زي كده او تعرف حاجه زي كده ينبهوا الشخص وما ياخدوش المواضيع لايتلي، لان فعلا الناس اللي هم عندهم منتال بروبلم بيشوفوا الحكايه بطريقه غير اللوجيكال فريم ورك اللي احنا نعرفه خالص. فعلشان احمي الناس من انهم يؤذوا بعض لازم ابلغ في الحالات دي. طيب ايه كمان؟ يعني احنا قلنا اهو لما يكون انا محتاج احمي الحد، سواء كان infectious disease، حد عنده مثلا في بانديميك شغالة في البلد، فانا بقول ان في بانديميك دلوقتي في البلد حاسبه وما تطلعوش ولادكم وما تعملوش. كان في المدينة برضو من كام سنة بعض المدارس انتشر فيها مرض السكيبز اللي هو الجرب، راحت على طول الدولة اتعاملت مع الموضوع وعملوا نشرات وبلغوا وقفلوا المدارس دي فترة معينة وعقموا
وبلغوا أهالي الطلبة وعملوا لهم يعني كشفوا حاجات بحيث أنهم ياخدوا الطلبة اللي اتصابوا ويعالجوهم والأهالي وهكذا. فده تصرف الدولة الصح في الحالات اللي زي كده، المكشفة زي ما بيقولوا المكشفة. في حالات الكورونا أول ما بدأت الدولة اتعاملت معها إزاي وقفلت الدنيا إزاي وي عشان تحمي الناس. لما يبقى حاجات individualized زي ما بنقول كده، حد بيهدد حد، حد هيقتل حد، حد هيقتل نفسه وعمال يقول أنا عندي suicidal attempts وعايز 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 وأخلص من الدنيا وأعمل، بنبه أهله ياخدوا بالهم منه، ما يقعدوش في أوضة فيها شباك ولا بلكونة، الأدوية تتشال، الآلات الحادة اللي دكتورة ما في صوت. دكتورة ما في صوت، ما في صوت. أسفة كده كده رجع الصوت. أيوة رجع. تمام. يبقى الكونسبت الاولاني اللي اتكلمنا عنه وقلنا المبادئ العامه اللي احنا نحافظ عليها واحنا فيه اللي هو الكونفيدنشاليتي. نيجي بعده للكونسنت اللي هي الموافقه المستنيره اللي انت بتاخدها من اي مريض عشان تعمل له اجراء طبي او كشف معين او حاجه معينه او تحجزه في الورد او تعمل له عمليه وخلافه. يعني ايه كونسنت؟ اتس بيرميشن ابروفال او اسنت. بيرميشن ابروفال اور اسنت يعني موافقه. تمام، موافقة على حاجة يا يا لا يا دكتورة. اتفضل. حتى التشخيص ناخذ موافقته؟ لا طبعا، هو العيان، العيان طالما جالك لحد المستشفى وبدأت تجري عليه اللي هي الإجراءات العادية والكشف الطبي العادي والكلام ده، ما بتمضيهوش على ورقة وهو داخل لك العيادة. انت بتمضيه على ورقة لما تبقى هتعمل له إجراء طبي، تعمل له عملية، هتسحب منه عينات، هتدخله أشعة، حاجة زي كده. إنما هو جاي لك برجليه لحد العيادة بتاعتك، دي تعتبر verbal consent ودي مش مطلوب منها أبداً حاجة written. لكن اللي بعد كده هو اللي مطلوب، هحجزه في الدخلي، هعمل له إجراء مثلاً بذل نخاع، هعمل له حاجة كده يعني، حاجة invasive شوية. وهنقول دلوقتي إيه المكونات بتاعت كلمة consent علشان تبقى الconsent دي اللي هي الموافقة مستنيرة. يعني إيه كلمة مستنيرة؟ يعني informed. يعني informed يعني العيان عنده full knowledge عن الحاجة اللي انت هتعملها. يعني دلوقتي جالك عيان في الطوارئ وعمال يشتكي من abdominal pain، وجع في بطنه جامد جدا، كشفت لقيته عنده appendicitis التهاب في الزائدة، تروح واخده هيلة بيلة يلا افتحوا اوضة العمليات دخلوا العيان ده؟ لا، هتقف عند راس العيان الأول وتقول له احنا لقينا عندك التهاب في الزائدة ومحتاجين ندخلك العمليات دلوقتي حالا، موافق؟ أو موافق. طيب امضلنا على الموافقة، العملية دي بتتعمل، هنفتح فتحة في الناحية اليمين، مقدار الفتحة حوالي كذا سنتي، بتدخل في تخدير كلي، مدة العملية حوالي نص ساعة إلى ساعة، بعدها لازم راحة في المستشفى لمدة كذا، بنشيل مش عارف إيه ونفتح طبقات البطن إيه وناخد بعدها إيه، وتدخل بعد كده المخاطر بتاعة العملية 1 2 3 ونسب النجاح بتاعة العملية هنا في المستشفى كذا. شايفين قلنا ايه؟ يبقى كل الانفورميشن ريجاردنج البروسيجر اتسلف اللي هتتعمل، الريسك اللي ممكن يحصل، البنفيت بتاعت العمليه، ولو اتساب من غير العمليه ممكن يحصل له ايه، الالترناتيفز والبدايل للعمليه ممكن تبقى ايه. افرض العيان قال لك ايه، واحده ست وقالت لك لا والله انا ما اقدرش، انا سايبه اولادي اطفال صغيرين في البيت، ما اقدرش ابيت ولا اقعد معاكم اكتر من كده، اديني اي علاج وعلى ما دبر ولادي يومين ثلاثة أشوف لهم مكان يقعدوا فيه واجي لك عشان نعمل العملية. حقه؟ تمام؟ عيان ومسافر مثلا في بلد تاني وتعب وهو في الايه في الرحلة بتاعته وجي وخلاص في دخل في emergency، قال لك لا 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 ما ندخلش عمليات بره بلدي، أنا هحجز النهاردة وسافر ولما أروح بلدي هعملها، اديني أي حاجة دلوقتي stabilization كده وحاجة يعني تمشيني لحد ما أروح وعمل. حق، مفيش أي مشكلة.
لكن هو عرف حقه ازاي لما عرف الفول انفورميشن على الحاجه اللي هو دخل عليها. اديله الفول انفورميشن ريجاردنج البروسيجر. حتى في ناس بتبقى ايه عامله بامفلتس كده ورق تصويري وفي تصوير العمليه والاجراءات بتاعتها او فيديوهات صغيره عن الاجراء اللي هيحصل وبندخل نعمل ايه وبنسوي ايه. فدي من حق المريض تماما انه يشوفها ويعرفها قبل العمليه وقبل التدخل الجراحي. الاوبي ان في الانفورمد كونسنت ليه حاجه معينه في التيتشنج سيتويشن. وده احنا زي ما قلنا احنا المره دي مجرد بنحط خطوط عريضه للمواضيع لكن هنرجع لها تاني وتالت وعاش. في التيتشنج سيتويشن اللي هي دخول طلبه زي حضراتكم كده مع الستاف جوه المستشفى التعليمي علشان يحضروا الكشف، يحضروا العمليه، يحضروا البروسيجر وهي بتتعمل، يحضروا يحضروا يحضروا. هل من حق البشر اللي قاعدين جوه ومحجوزين في المستشفى التعليمي دول انهم يوافقوا على دخول الطلبه في اثناء الكشف عليهم؟ تعال نشوف. The physician accompanying the students prior to the procedure should clarify their role in the procedure to the patient and his or her family. مفروض الدكتور وهو داخل على المريض بيقول له انا معايا دكتور فلان وعلان وتركان من سنه ثانيه او ثالثه في كليه الطب هيحضروا معايا النهارده عملية مثلا هنقول ايه حاجة في العين مثلا عملية المية البيضة بتاعتك علشان يتعلموها ويشوفوا بتحصل ازاي لكن هم هيبقوا مجرد ملاحظين مش هيدخلوا في اي حاجة ولا هيتكلموا في خلال السيشن متخافش خالص. ودي من الاجراءات اللي بتتبعها المستشفى علشان العملية التعليمية زي ما انت عارف لان ده مستشفى تعليم. تمام؟ طيب clarify that students will fad الحكايه دي بقى يا سيدي الناس لما بتتكرر كتير المفروض اي دكتور داخل يعمل عمليه بيبقى عامل اشعاعات عشان يبقى عارف هو داخل على ايه صح. فهو داخل يستأصل حاجه معينه او يشيل جزئيه معينه والجزئيه دي هو شاكك ان فيها حاجه. طيب دخل وفتح لقى العضو اللي جنبها في حاجه تانيه. أنا هكلمك اهو على العضو تاني خالص غير اللي احنا كاتبين الموافقة عليه غير اللي احنا ماضيين الكونسنت عليه. يعني هو ماضي كونسنت مثلا على استئصال جزء من الكولون. دخل لقى في حاجة في السبلين. تمام؟ يقفل ويطلع العيان ويرجع ياخد منه موافقة ويدخل تاني ويعملها تاني. ليه؟ لأن الكونسنت مش مكتوب فيه انه هيدخل على سبلين. طب لقى حاجة في جزء ده جزء ده نوع. النوع التاني لو لقى حاجة في الكولون نفسه تمام بس أبعد يعني في مكان تاني مفيش مشكلة. ليه؟ لأن الكونسنت ماضي فيه على استئصال أجزاء من الكولون واستئصال أورام معينة موجودة في الكولون. فالموافقة الانفورمد كونسنت بتاعته تشمل كل أجزاء الكولون إنما لا تشمل سبلين ولا ليفر ولا 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 ولا. ساعات بتحصل معانا الحكايه دي في ولاده حاجه طبيعيه خالص واحده ست داخله تولد نورمال مفيش اي حاجه بنمضي الكونسنت بتاعها لانها داخله تولد. فجاه الدنيا قلبت نزيف جامد جدا ولازم نعمل حاجه اسمها هيستريكتومي استئصال رحم. بنعمل ايه؟ بنطلع نمضي حد من الاهل من بره فورا واحنا جوه في العمليات. ما لقيناش حد من الاهل بنعمل ايه؟ نجيب موافقة ثلاث أطباء وإحنا واقفين وناخد الديسيجن ونعمل الإيه الهستريكتومي وإحنا واقفين وتعتبر emergency measure علشان نوقف النزيف. تمام؟ وفي بعض البلدان لا ما بيعملش حتى الإجراء الإمرجنسي ده ويستنى إلا لازم موافقة حد من الأهل أو لجنة الإيثكس اللي موجودة في المستشفى. شوف لدرجة إيه. فهي أي جزئية أنت هتعمل عليها إجراء لازم
informed consent ويكون شيل. في حالات الولادة عشان يتغلبوا على الموضوع ده لأنها كررت كتير بقى يذكر في الكونسنت ويتكتب. هتدخل تعمل ولادة طبيعية ومن ضمن الريسك المتوقع كذا، وإذا حصل هنعمل كذا علشان يجبوا كل المشاكل اللي حصلت في الموضوع ده قبل كده. إن الناس لما بتفوق والست تكتشف إنها مثلا ده أول بيبي وحصل لها المشكلة دي، بتيجي ترفع عليك قضية تقول لك أنت مين اللي قالك تشيل الرحم؟ أنا كنت أموت ولا شلوه. فلا، أنت من الأول خالص تمضيها كونسنت including الهازردز اللي ممكن تقع فيها عشان لو حصل كذا هنعمل كذا. ماشي خلاص، يبقى أنت بتشتغل تحت إيه؟ تحت دائرة القانون والدنيا تمام عندك. ما توجدش الشرط ده في الكونسنت بتاعك بتدخل في فيلم تاني خالص. تمام؟ طيب يا دكتورة، لو مثلا هي وقعت مثلا على استئصال جزء معين من الكلى مثلا، وصار في وسط العملية صار خطأ طارئ، يعني ما في وقت انه ياخذ موافقة، هل يكفل هذا الخطأ اللي طالع او كيف؟ ما انت عايز تقول مثلا هو خبط حاجة وحصل نزيف؟ لا، هو ما كان يدري عن الشيء الثاني. يعني شاف حاجة لكن ما كانتش ظاهرة في الإيميجينج، صح؟ ايوه مفيش مشكلة. يا يطلع ياخد موافقة من الأهل اللي واقفين برا لو معاها أهل، يا إما بيقفل ويدخلها مرة تانية عملية، يعني يا ده لكن ما يقدرش يشتغل حاجة هو مش مكتوبة في الكونسنت اللي هو مضي عليه العيان، مستحيل. تمام؟ إلا لو حاجة emergency، يعني مثلا نزفت من حتة تانية، حصل لها بريتونيال ليكج، حصل مش عارف إيه، أي حاجة بقى في الأبدومن وهو شغال، فبيحاول يصلح اللي باظ يعني كإجراحي، إنما لا يشيل ولا ياخد عينات ولا يعمل أي حاجة إلا بموافقة المريضة اللي مكتوبة في الكونسنت اللي معي. تمام؟ تمام. نرجع تاني بقى لحكاية الايه الeducational hospitals. طيب العيان اللي احنا داخلين عليه واحنا 3-4 لازم يبقى الدريس كود بتاعنا متوافق مع ان احنا اطباء فعلا داخلين نكشف على العيان، مش جايين بهدوم الخروج والعبايات والمش عارف ايه وداخلين مع الاستشاري علشان نقف على الحالة. الIDs بتاعتنا تبقى واضحة جدا والعيان يتعرف علينا، دكتور احمد، دكتور عبدالله، دكتورة مرام، دكتورة فاطمة كده، بحيث ان العيان نزيل الرهبه منه، لان طبعا لما بيلاقي عدد واقف قدامه وهيتكشف عليهم وكده بتبقى حاجه مش ظريفه، لو احنا اللي مكانه مش ظريفه، لكن بنزيل الحواجز دي بالمعرفه، يعني بننور له، يعني احنا دكاتره وبنتدرب وده مكان تعليمي اللي انت داخله، فطبيعي ان احنا هنبقى موجودين، واحنا فلان وعلان وتركان من سنه كذا، واللي بيتكلم الكلام ده كله الاستشاري اللي بيطلع الحاله. اني كويشن؟ طب يا دكتورة، لو المريض رفض التريتمنت يعني وهي كانت الحالة طارئة، يعني هل أقدر أعالجه يعني من دون موافقة؟ في الطوارئ أنا ما باخدش إذن المريض أصلا. في الحالات الطارئة ما باخدش إذن المريض، يعني عيان دخلك بمثلا فراكتشرز، مجموعة من الفراكتشرز، خلاص بعمل لها حاجة اسمها stabilization، تثبيت، إلا لو واحد منهم مثلا قاطع أرتري معين وعمال ينزف، أنا لازم أدخله حالا عشان أصلح له الأرتري ده ووقف النزيف، علشان أصلح له الأرتري ووقف النزيف ما بحتاجش كونسنت. إنما لو multiple fractures وأنا بعمل له stabilization لحد ما ياخد يعني يسترد وعيه كده ويقدر يحكم على المواضيع، بمضيع على informed consent إني أدخله عمليات وادخله فور انترنال فيكسيشن للعمليات اللي هيعملها هنا وهنا وهنا وهنا. انا بعمل على قد الامرجنسي تريتمنت فقط اللي هو مطلوب لابقاء حياه المريض. بعد كده اي بروسيجر هتتعمل للعيان من عمليات، من ايميجنج، من اخذ عينات، من فيرذر ذان الامرجنسي تريتمنت، لازم موافقه العيان او حد من اهله لو هو فقد للوعي او الاهلي. تمام يعطيك العافيه. الله يعافيك. ايه الاسئله كمان دكتوره؟ بس بسال، موجود عندنا نظام الدي ان ار؟ طبعا دو نوت ريسوسيتيت موجود في السعوديه، موجود.
وهناخد عنده سيشن كامل بإذن الله. دكتورة اتفضل. في حالات الخطأ في الجهاز عبر أخطاء طبية أقدر أعدل أخطاء طبية بعمليات؟ تقدر إيه؟ أعدل خطأ طبية، يعني أنا سويت خطأ طبعا طبعا، يعني حصل مثلا ان انت خبطت حاجه زي ما بنقول ارتري وفرقع في وشنا واحنا شغالين، حصل يعني حصل مشكله نتيجه الاجراء اللي انت بتعمله او السيرجري اللي انت بتعملها، ده بيبقى متضمن في الـ في الـ في الكونسنت. اي عمليه جراحيه بيبقى متضمن ان الطبيب من حقه انه يعمل يصلح اي اخطاء ممكن تحدث ديورنج الاوبريشن، بيبقى مكتوب في الكونسنت، وانت طبعا اللي هتبوظه تصلح. تمام دكتورة. دكتورة هل يتحمل شيء منها ان يكون كاهمال من او شيء زي كده؟ مين الدكتور؟ ايوه الدكتور اذا عدم شيء جوا غير شيء. طبعا الاخطاء الطبيه احنا يعني الاخطاء الطبيه دي بتحصل بنسبه 40-50% من اي اجراء طبي، ما هيش حاجه صغيره يعني، وبتحصل كل يوم ومع احسن دكاتره الدنيا كلها، لانه اسمه خطا طبي، ولان انا جسمي غير جسمك غير جسم فلان غير علان، كل واحد بيبقى الاستراكشر اللي جوه مش زي التاني. احنا بناخد الجنرال اناتومي اللي انتوا هتدرسوه ده الستاندرد، لكن في ديفيشنز كتير خالص، وفي مقاسات كتير خالص، وفي حاجات كتير خالص. فايد الدكتور الاكسبيرينس دكتور بيفرق ايه عن النون اكسبيرينس، ان ايده واخده على كل الأحجام والأشكال لأنه تعرض لها كتير، هي دي معنى كلمة experience. لكن على ما يوصل للخبرة دي طبيعي إن هو هيغلط، ولما يغلط في درجات للخطأ وفي درجات للتعامل معه، مش كل حاجة زي التانية، وفي أخطاء بتبقى intentional وفي أخطاء non-intentional، وفي أخطاء عن جهل الطبيب بالبروسيجر اللي هو داخل يعملها ودي حسب عليها، وفي أخطاء بتحدث نتيجة البروسيجر نفسها، نتيجة عدم وجود آلة معينة في المستشفى، نتيجة حاجة عند المريض نفسه، عنده هايبرتنشن، حصل له مش عارف إيه، حصل له إيه، يعني بتبقى موجودة الأخطاء. فكل خطأ أو الأخطاء الطبية عامة ليها تدرب وليها يعني وليها طريقة في التعامل معها، وبرضو هناخد عنها سيشن كاملة بإذن الله. طيب يا دكتورة عندي سؤال أخير. تفضل تحت أمر. دام فضلك. سؤالي دكتور، مثلا لو صار في خطأ طبي وأدى إلى مثلا تلف حاجة أو شيء في الجسم، هل بعد العملية يكون المريض أو الأهل بدراية بهذا الخطأ أو يتستر على الموضوع؟ لا، المريض بيتعلم، أما ليه بيعرف المريض الموضوع، بس بيعرف بطريقة معينة وبعرض معين، لأن بيتعمل تقرير طبي عن كل اللي حصل، و يعني بنعرف المريض بس على حسب. انا بقول لك اصل التعامل مع الاخطاء الطبيه ده عايز قعده طويله. ليه؟ لانها متدرجه. في اخطاء طبيه بتسبب مثلا زي ما انت قلت كده تلف عضو، اعاقه، حاجه كبيره، فطبيعي طبعا ان العيان لازم هيعرف عنها. وفي حاجات بسيطه، العيان نزف مني ساعه العمليه وفقد كميه دم معينه وعوضناها ومش عارف ايه. بعد العملية ما تخلص وبعد ما العيان يعدي فترة النقاء على خير بتقول إن حصل كذا كذا كذا. تفضل. دكتورة مثلاً إذا مثلاً يعني ممرضة أعطته جرعة زايدة من الدواء أو غلطة بدواء كمان تتحاسب؟ طبعاً. ولا هذا خطأ طبي؟ لا، هي اللي بتتحاسب طالما أنت النوتس بتاعتك كطبيبة مظبوطة وأنت كتب لها العلاج والجرعة تمام، يبقى هي الحساب عليها هي مش عليك انت. تمام؟ اتفضل. الان انت قلت انه لو جاني المريض مثلا بحادث زين وما كان في اي معلومات معه وكان لازم علي انه مثلا اسوي عملية عشان انقذ هذا المريض، تمام؟ أعتقد في المستشفيات سواء كانت الحكومية أو الخاصة بتدفع الأجنبي مبلغ على هذا المبالغ على العمليات اللي بتسوي، صح؟ صح. هل يحق لي أنا كطبيب إني أسوي العملية هذه من غير إذن المريض، which is بعد
بعد الاوبريشن هذه بتكلف على المريض مبلغ مادي ولا لا؟ تعاملات الطوارئ حتى في المستشفيات الحكومية مش الخاصة، تعاملات الطوارئ في المستشفيات الحكومية بتبقى كل أغلبها for free for life saving، أغلبها بتبقى for free. يعني هنا مثلا احنا عندنا في منطقة المدينة عندك منطقة حج وعمرة، تمام؟ أي حد بيدخل المملكة بفيزة حج أو عمرة عليه تأمين صحي، الدولة ضمنة من الأول إن هو متأمن عليه من التأمين الصحي، أي حاجة emergency خلاص التأمين بيدفع حاجة. أوكي؟ طيب واحد، ما أنا هقول لك، هو واحد كسر إقامة مثلا وملهوش أي أوراق نظامية دلوقتي وعنده مشكلة، كمان الدولة كتر خيرهم كل الحاجات الإمرجنسي في المستشفيات الحكومية for free لحد life saving measures، لحد فقط life saving measures. أكتر من كده وإجراء وحجز بقى عناية ومش عارف إيه بيكلموا الجمعيات الخيرية هي اللي تتكفل بالحاجات دي، بيرفعوا للدولة اللي هي اللي هو تابع ليها، لو هو مثلا يعني من الدول اللي ما هوش ريفوجي، يعني ما هوش لاجئ سياسي أو لاجئ من دولة تانية، كل الحاجات دي لها طرق تعاملات سياسية واقتصادية في المستشفيات. انت كطبيب بيتعرض عليك الحالة وانت جوه الورد، انت مش انت اللي بتستقبل الحالة من بره، لكن الحاجات دي كلها covered، ما تخافش انت هنا في دولة الله أكبر، يعني الحاجات دي will covered for anyone. تمام؟ دكتور. يا دكتورة تفضل. هل طيب المرافق لازم يكون مع المريض يعني شرط أساسي؟ لا مش شرط، حاجات وحاجات، حاجات وحاجات. يعني في الأطفال شرط لازم، ليه؟ لأن الأم هي اللي هتقعد بالولد ده تأكله ترعى تغير له تعمل له تديله الأدوية أو تحرص إن هو ياخد الدواء في معاده، فهي لازم. إنما في السن الكبير لا مش لازم خالص، بالعكس ده هو المرافق بيبقى بيردن على المستشفى. تمام؟ تمام ده كلام. طيب دكتورة تفضل. البيشنت دكتور سيكريسي، لو مثلا المريض مثلا هو مخدر او بغير وعي ومثلا اعترف انه عنده جريمة او حاجة، في دي الحالة انا ابلغ ولا اخليها لنفسي؟ انت قلت في اكسبشنز. ما فيها اكسبشنز صح، انما هو متخدر معناها ان هو unconscious، ما تاخديش على كلامه، انت بترجعي له لما يرجع لوعيه تاني، تقول له انت وانت في البنج مثلا واحنا بنخدرك قلت ان حصل كذا وكذا وكذا وكذا، انا براجعك تاني هو الموضوع ده فعلا حصل ولا دي كانت هلاوس وحاجات كده، لان الواحد وهو يعني under anesthesia بيقول حاجات ممكن مش ما حصلتش، يعني بيقول حاجات من تخيلات. لو انت مثلا لا مريض مثلا وانت بتتابعيه وقال لك انا من سنه كده عملت حادثه وخبطت واحد وموتته ومحدش يعرف حتى الان الموضوع ده، وانا بتابع اهل الراجل اللي انا موتته ده من ساعتها وببعت لهم فلوس وبعمل لهم بسوي لهم، لا بتبلغ عنه. تمام؟ وليهم تشانلز معينه بيبلغوا عن طريقها. معلش عندي سؤال، مثلا جاي انا بشوف حاله وزي كده ولاحظت انه هذا ممكن تكون جريمه مثلا شيء، لازم تواصل معه مع الشرطه، متى اعرف متى لازم خلاص تواصل مع الشرطه؟ من اول ما تشكي على طول، ما تعمليش اي خطوه بعد ما تشكي، ان انت مثلا تسحبي عينه تتاكدي باشعه تعملي مش عارف ايه، زي حاجه حالات مثلا تشايلد ابيوز يا ستي، بيجي لنا طوارئ العيال مكسرين محروقين مش عارف مدلوق عليهم زيت مدلوق عليهم ميه مغليه فيهم عليهم، وانتي شكيتي في تشايلد ابيوز، من اول ما بتبصي على العيان قبل ما تحطي ايدك عليه بتبلغي على طول الاثوريتي بتاعه المستشفى تاخد هي الاجراءات بتاعتها، وانتي بتتعاملي مع المريض كطبيبه خالص مفيش اي مشكله. طيب لو المريض نفى هذا الشيء ما ربي نفى، احنا بنثبتها التشايلد ابيوز مش هو اللي ينفي، احنا اللي بنثبته. تمام شكرا. العفو دكتورة. طيب نحن مثلا لو سوينا فحص وحصلنا في دم وجسمه مواد كيميائية ممنوعة، فهل نبلغ عنه؟ احنا هنا في المملكة القوانين في حكاية تعاطي المخدرات والكلام ده، العيان اللي يجي لك seeking for treatment من نفسه ما بتبلغش عنه،
وده من حرص الدولة ان الناس دي ساعات الواحد سبحان الله بيغلط بيراجع نفسه، فهم مدينهم باب التوبة مفتوح ان هو لو عايز يتعالج يتعالج with confidentiality والناس ما تعرفش وما يتبلغ عنه. انما لو هو جاي طب لك طوارئ نعم يدغم عليه يعني وجاء اقوم افضحه، انا هقول لك اهو جه مثلا واخد اوفر توز يا سيدي وجالك على الطوارئ بتبلغ طب عشان ياخدوا البروسيجرز وبتحجز وبتحكم عليه. والستر على المسلم يا دكتورة، ما هو هي الحكاية هنا مش ستر قد ما انت بتحافظ عليه وبتحميه من ان هو يجي لك المرة الجاية ميت، لان هو لما جالك الطوارئ وجالك لحد المستشفى معناها ان هو وصل لمرحلة خطر على حياته، فانت لما بتبلغ بتحميه وبتحمي حياته. وزي ما قلت لكم حتى تدارك في الاحكام دي بيبقى حاجات بسيطة جدا، يعني المتعاطي وحكمه أول مرة مع العلاج مع الكلام ده بيدوله حكم مخفف وكمان بيتشال من السجل الإجرام بتاعه، لكن لو هو مرتين وتلاتة وأكتر وكده لا بياخد حكم إيه أكتر وكده. فحتى الأحكام القضائية فيها مراعاة للحاجات دي. لكن أنت دورك إيه؟ ان لما نقول لك ان الحاجات دي يتبلغ عنها، افرض جاي لك الشخصية دي حد من أصحابك او حد قريب لاصحابك او الكلام ده، لا الحاجات دي ما فيهاش اصحاب، لان انت تقع تحت دائره القانون لو ما عملتش الصح، يعني هيأذيك انت شخصيا. تمام تمام يا دكتور. اتفضل. في حاله الخطا الطبي ووجب على الطبيب انه يتحاسب، كيف حيكون حسابه؟ راتب او فصل عن عمل او كيف؟ ما زي ما قلنا هي متدرجة، في حاجات مجرد خطاب لفت نظر، وفي حاجات مجرد نقاش مع السينيور بتاعك هو اللي بيقولك انت غلطت في كذا وما ينفعش وبقى قولي وبقى عملني وبقى استشرني، وفي حاجات لا بتوصل للفصل والدية والحكم القضائي، وفي حاجات كتير جدا على حسب الخطأ الطبي نفسه والأثر بتاعه على العين. دكتورة لو سمحتي بس عندي سؤال الحين، أنا لو أبغى أستشير يعني بأخذ أنه بس أسأل دكتور ثاني هو إيش رأيه في يعني في الحالة كده. أيوة إيش اللي بس كذا استشاره، هو ما يشتغل معي على نفس الحالة، تمام. إيش المعلومات اللي ما يصير أقولها؟ الاسم، اسم العيان. تمام شكرا. دكتورة تفضل. الحين في حالات الحمل إذا كان الطفل في مرض أو يعني متشوه والأم راضية إنه ينزل، هل دكتورة تسوي له إجهاض عادي؟ لا، إحنا عندنا قوانين تحكم الإجهاض هنا في المملكة على حسب نوع التشوه ونوع الديسابيليتي اللي هتحصل في البيبي وعمر البيبي ده. فإحنا حكاية الإجهاض عندنا في المملكة ليها قوانين لوحدها وليها سيشن كاملة لوحدها عن ضوابط الإجهاض والأبورشن والموافقة بتاعت الأم ضرورية ولا لأ، ولو هي ما وافقتش هنعمل إيه، ولو هي موافقة وعايزة تنزل البيبي إحنا هينفع ننزله ولا لأ، ليها ضوابط كتير جدا وهنعمل لها سيشن لوحدها. تمام دكتورة. تفضل. دكتورة عندي سؤال، بالنسبة للدكتور النفسي اللي برا يكون إذا جاه مجرم يعني يكون أريد أسوي الجريمة، ما يحق للدكتور هذا إنه يبلغ إلا إذا كان فيه نية لجريمة أخرى، هل هذا قانون مطبق عندنا في السعودية أو لا؟ القوانين في breach of confidentiality هو الطبيب من الأول بيحلف إنه ما يكشفش سر المريض، تمام؟ لكن جالك مريض زي اللي أنا بقولك عليه ده، هو جاي يقولك أنا خبطت واحد وموتته من سنة والحمد لله عديت منها وما عندش عارف هيك، بتبلغ عنه ولا ما ببلغيش؟ بتبلغ. ليه؟ لأن إخلاء المسؤولية بتاعتك أنت، إخلاء المسؤولية بتاعتك أنت. طيب هل فيها كلام ولا ما فيهاش؟ فيها كلام كتير. البلاد بتختلف عن بعض في القوانين؟ آه بتختلف، تمام؟ طيب لو العيان ده بيقولك أنا زميلتي فلانة الفلانية متضايق منها جدا لأن رحت أخطبها ومرضيوش ومش عارف إيه، زي الحالة اللي أنا لسه قايلة لكم عليها من شوية وفعلا الولد قتل البيت،
دي وهو عمال يهدد في البنت وعايز يموتها وعايز يعمل فيها وعايز يموت ابوها ولا 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 ولا. ببلغ؟ اه ببلغ. ليه؟ عشان احفظ الناس دول من القصة اللي جاي. تمام. جالي واحد للطوارئ وقال لي انا الولد ابني ده وقع من على السلم اتكسر. جيت ابص على الولد لقيت فيه كسر في دراعه وكسر في الجمجمة وكسر في الرجل واثار طفي سجاير في جسمه وي 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 وي. ببلغ علشان الطفل ده انا شاكك في تشايلد ابيوز؟ اه ببلغ. فمين اسنس واحد، الفكرة واحدة، ان كل الناس دي اتأذت بسبب الشخص ده، والشخص ده المفروض ان هو مطلوب من العدالة. خلاص انا شاهد ملك، انا بدخل شاهد ملك. تمام يا دكتورة. يوم اني اقول يعني انه طفل صار له كذا، هل بيجي اسمي في انه انا؟ اه ما ليه، مش انت اللي نظرت الحالة؟ مش انت اللي كشفت عليها؟ بعد كده بتتحول لطب شرعي ويكشفوا هم كمان عليها، ممكن يجيبوا ثلاث استشاريين علشان يكتبوا تقرير طبي ليها، لكن طالما طلبت للشهادة بتروح طبعا وتشهد. امال ايه المشكلة؟ احنا كل الدكاترة بتوعنا عندهم قواضي وعندهم مشاكل وعندهم حاجات، ليه المعنهار في المحكمة الشرعية؟ ده جزء من الواجبات بتاعتي. دكتورة بتبلغ حتى على اليوزر في دراكس؟ use of drugs. إيه. والله انت بتقعدي مع العيان الاول، انت واحد جاي لك دلوقتي بحاجه وبتقولي له هي تدخل تاهيل وتتعالج، لو وافق خلاص يبقى هو كده volunteering for treatment. اوكي ما بتبلغيش، ليها قواعد، ليها rules. يعني احنا لما بنروح المستشفيات بيبقى في رول لكل حاجه، محدش بيتساب كده ان هو يعملها من دماغه. في قواعد وفي قوانين وفي حاجات انت لما تعمليها اول مرة غير لما يجيلك العيان ده تاني مرة غير تالت مرة، وازاي تحافظي على نفسك ان العيان ده ما يتعرض لكيش بعد كده او يقول انت السبب في ان هو اتحجز سنة مثلا في المصحة على غير ارادته او دي حاجات كتير جدا علشان تحميكي وعلشان تحمي العيان. فهي فيها طرق وقوانين وخطوات، كل واحدة منهم لها طريق. تمام دكتور. الان لو جاني مريض ما معه وكيل، تمام، احتاج اسوي له عمليه اسويها بدون هتاخد اذن المريض نفسه، ولا انت قصدك المريض انكونشس؟ ايوه انكونشس. لا ما هو يعني ما غير يعني كيف ما مجنون. اه يعني اللي هو incompetent اسمها، اللي هو فقد للأهلية. تمام ماشي تمام. بنعمل حاجة اسمها، في حاجة في المستشفيات اسمها الethical committee، بتعمل اجتماع وبيتعرض عليها الموضوع وبيبقى يعني على طول في خلال ساعات، وهم اللي بياخدوا بتاخد الإذن الطبي منهم وهم اللي بيوافقوا على الورق بتاعه وبتدخلوا for procedure. تمام. طيب لو هو مثلا واحد يعني من الفاقدين الأهلية دول وعايش في الشارع، ملهوش أهل وملهوش أي حاجة ومفيش دار رعاية راضية تقبله للكثافة اللي موجود فيها أو غيره، خلاص بنروح ناخد كورت أوردر وبنعمل له العمليات المطلوبة أو الإجراءات الطبية المطلوبة، والحاجات دي برضو بتبقى في خلال أيام بسيطة جدا. تمام. طيب دكتورة عندي سؤال. تفضل. مثلا أنا بلغت على مثلا الشرطة إنه مثلا ممكن هذا الطفل يتعرض للأبيوز، طيب؟ وطلع يعني غلط كلامي. هل مفيش مشكلة، هم هيعملوا إيه؟ هل حكينا لا ما أنا هقول لك، أهو أنت شكيتي في حاجة معينة. ما هو الشك بتاعك ده بيتبعه تقرير من ثلاث استشاريين. ثلاث استشاريين بيمضوا على التقرير ويثبتوا كلامك. احنا ما بنرفعش للشرطة ولا الكلام ده الا لما يبقى التقرير دي خلصانة عندنا، بعد كده بنرفع. تمام شكرا. دكتورة تبليغ الشرطة هذا الكلام يكون من عند الدكاترة ولا؟ لا 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 لا، انت كطبيب في شغلتك فقط انت بترفع لإدارة المستشفى على الكمبيوتر وانت قاعد في عيادتك او في الجورد بتاعك،
مالكش دعوه باللي بعد كده. يا دكتوره تفضل. الاخلاقيات العمل او هذا الكلام اللي قلتيه ناخذه بعدين صح؟ كل حاجه هيتعمل لها سيشن، ما تخافش هنقعد مع بعض كتير ان شاء الله. اي استفسارات؟ يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. يا الله ربنا يسعدكم يا رب، ودايما تبقى لقاءاتنا كده شيقه بالنسبه لكم ومفيده باذن واحد احد. يلا اشوفكم دايما بخير ان شاء الله. مع السلامه.